أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه الله لكم آية فذروها
تأكل في أرض الله فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك غير مكذوب فلما جاء والذين آمنوا معه برحمة منا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز إن ربك هو القوي وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن
ألا بعدا لثمود. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ ولقد جاء قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب صدق الله العظيم.